طيب وبعدين وبعد بقى الترسانة انتقلت بعد كده بقى الترسانة فين؟ رحت نادي غزل المحلة سنة، بعد كده رحت نادي بترول أسيوط، قعدت 3 سنين بترول أسيوط. 3 سنين بترول أسيوط. بعد كده بقى خرجت، حصل الحادثة بتاعت ماتش المصري والأهلي بورسعيد، والدوري اتوقف، وساعتها قررت ان انا اخرج بره مصر واخد التجربة. طب اشمعنى بولندا وجات ازاي وخدت القرار وكلمت مين ولا كنت ماضي ولا رحت لا لا اتطورت خالص، ولا انا عملت ايه؟ رحت ما اعرفش اي حد. كان عندك كام سنة في الوقت ده؟ كان عندي 27 تقريبا، كان عندي 27 سنة. القرار جه بثلاث اسباب. اول حاجة انا كنت عامل عملية رباط صليبي قبلها ب6 شهور قبل ما اسافر، فانا ما كنتش جاهز بدنيا بشكل كبير. لو انت هتروح وانت مش جاهز بشكل بدني في اوروبا او مش بشكل فني، ففرنسا، المانيا، انجلترا، بلجيكا، يعني محتاج لعيب جاهز 100%. فانا قلت بولندا ممكن اللي انا تبقى في الكرة اقل شوية، فممكن تبقى خطوة اللي انا بعد كده اطلع على المانيا او على فرنسا، على انجلترا. دي اول حاجة. تاني حاجة الناحية المادية، ما كانش معايا فلوس كتير، واللي تخليني اقدر اقعد في بلد اوروبية اكتر من 3 شهور. بولندا ما فيهاش اليورو، فانا فلوسي كانت معايا ما كانش تكمل ان انا اقدر استحمل لوحدي بدون عقد او بدون اي حاجه او بدون اي مساعده من اي حد تخليني ان انا استمر 3 شهور. فحطيت خطه ان انا اروح بولندا استنى 3 شهور، احاول اخبط في اي حاجه عقبال ما يجي لي نادي بالفلوس بالامكانيات اللي معايا. فالبلد الوحيده في اوروبا اللي تقدر تستحمل كده هي بولندا. تالت حاجة كان أحمد غانم سلطان راح. كنت لسه هقول لك، أنا عارف إن في لعيبة مصريين احترفوا هناك. وإحنا بعد كأس العالم خلصنا كأس العالم في هولندا، وأحمد غانم سلطان طلع من بولندا على ليجيا وارسو ولعب هناك موسم. فلما كان أحمد هناك كان دايماً بيشجعني إن أنا أروح له، إن أنا ده ممكن ليجا وارسو ده في بولندا، بولندا. ده ترتيبه كام ده هناك؟ هو كان الأول في بولندا، دلوقتي عنده مشاكل الموسم دوت، عنده مشاكل كبيرة، هو ترتيبه الأخير في دلوقتي في الدوري. لكن هو ليجيا وارسو دوت النادي أعرق نادي موجود هناك. في بولندا. طيب قول لي بقى، رحت كان احمد غانم سوبر هناك؟ لا 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 لا، أحمد غانم راح قبليها بحوالي 3 4 سنين، بس هي كانت دفعة ليا اللي أنا أروح هناك. لما رحت هناك نزلت ما كنتش أعرف أي حد خالص. حاولت ان انا اتواصل مع الانديه واروح الانديه بنفسي واقول لهم ان انا اعرض نفسي. كان بيبقى في صعوبه جدا في اللغه، ما كنتش اعرف اتكلم بولندي خالص. اتعلمت كام كلمه كده قبل ما اسافر عشان اعرف اتعامل. طب والاصابه عملت فيها ايه؟ اول الاصابه حاجه الحمد لله وقفت على رجلي، وعملت عمليه عند دكتور احمد عبد لا، العزيز. وهنا وانت هنا عملت علاج طبيعي يعني قبل ما عملت تسافر علاج طبيعي. رايح تختبر يعني تختبر، رحت يعني رايح عشان جاهز ان اختبر حد يختبرك. بالظبط. طب وكنت خلصت عقدك ازاي هنا؟ او كنت اتفهمت مع الناس هنا بان عقدك منتهي؟ بعد لما حصلت الثورة، بعد لما حصلت المشكلة حادثه. بتاعت الحادثة بتاعت بورسعيد والنادي الاحداث المصري دي الأحداث، الأهلي والمصري. والنادي المصري، نادي بترول أسيوط ابتدى يقول لك عشان لو عايز تكمل هيبقى بنص عقدك. فاتحاد الكرة الفترة ديت ما كانش بيدافع عن حقوق اللعيبة، فاتنزلت عن نص عقدي وخدت نص عقدي وخدت فلوس ومشيت، فبقيت لاعب حر. بقيت حر بقيت حر. وانت لسه بتتعالج ولا كنت لا اشتركت؟ كنت خلاص، لا نادي بترول اسيوط عمل لي العمليه وعمل لي تاهيل وخلاص، رجعت كمان انتظمت في التدريب، ولكن هم قالوا اللي عشان عايز الموسم يكمل معانا واقف ومفيش شكل باين، فكان احنا فخدت قرار كان انك تبقى فري. كانت الفلوس كبيره، فقال لك ننزل نص العقد، فانا خدت نص العقد وتراضينا ومشيت. مضيت في النادي الاسماعيلي بعد لما خلصت مع بترول اسيوط، لان كابتن صبري المنياوي كان متواجد في مجموعه الصعيد مع بترول اسيوط معانا، وشافني عارفك. وعارفني وخدني معاه. بعد شهر ونص حصل مشكله مع الاداره بشكل معين مش عايز اتكلم فيها، وقال لي ما اقدرش ان انت تكمل معايا يعني. خدت بعضي وقلت والله مش قاعد في مصر، وخدت بعضي ومتسافر بولندا وخدت التجربه هناك. لعبت في درجه تانية، وبعد اللي لعبت درجه تانية جالي بعديها بسنه النادي بتاعي هبط للدرجه الثالثه، وكل اللعيبه مشيت وانا بس اللي فضلت من النادي كله. في الفتره دي كانوا بيدوروا على مدرب عشان يمسك النادي، وانا كنت ابتديت اخد الدراسات بتاعتي في الرخصه سي وانت في بتلعب بولندا وانا بلعب. في الفترة ديت النادي كان عنده مشكلة اللي يلاقي مدير فني بس كويس. في سؤال هنا يعني مش اتفضل. عايز اعديه، الدرجة التانية هناك كان عبارة عن عايش بس وخلاص؟ يعني انت في عقد احتراف لا عقد احتراف، يستحق انك تعرف تعيش بيه عقد احتراف في كويس الدرجة التانية في هناك؟ الدرجة التانية. هناك بولندا عندنا الدوري الممتاز والأولى والتانية والتالتة والرابعة والخامسة والإيه والبي، عندنا 8 درجات. ايه ده؟
في الدرجه في بولندا. ثمان درجات فتيس. لا لا كم نقله ده؟ لا ثمان درجات، والاول اربعه هم محترفين، بعد الرابعه بتبتدي تخش هواه. فانت عندك النظام بولندا ممكن مش من البلاد اللي متسلط عليها هنا في مصر بشكل كويس، لكن بولندا بلد نظاميه وعندها نظام قوي جدا، من اقوى الانديه، من اقوى البلاد في اوروبا. لكن للاسف احنا هنا السبوت عليها مش قوي.